بيسرني انه استقبل بي توب ستوريز ابطال فريق السيدات للهومنتمن يلي ربحوا وكان عندهم فوز كثير كبير مؤخرا. اهلا وسهلا فيكم تالين خاتشادوريان، حضرتك مسؤوله عن فريق سيدات بنادي الهومنتمن. ليلى فارس، حضرتك من الاعضاء من الرياضيات اللعيبه اللي كثير قويه، وعايده باخوس اهلا وسهلا فيكم. فوز كبير كان ومهم بالنسبة لفريق سيدات، أي متى صار؟ كيف كانت المباريات؟ وين كانت الصعوبات؟ أكيد بنبلش مع حضرتك تاني. الجيم آخر جيم وقت ربحنا فيه كان على ملعبنا، أكيد كنا ربحانين. لا أكيد يعني ما بنربح لا على ملعبنا، بس ربحوا وين ما كان، ربحنا جيمين بلا تقل. صحيح كنا 2-1 نعم وصرنا 3-1. اكيد البنات عملوا ماتش كثير كبير وهلا هن بخبروا زياده عن كيف عم بتكون يعني الاجواء بشكل عام. نحن دائما عندنا هالفكره بانه الباسكتبول او الفوليبول او غيرها من الرياضات هي بس للشباب، اليوم عم نشوف تقدم اكثر، تقدم للصبايا. بحب اعرف هيك منكم عايده، خلينا نبلش معك، اي متى بلشتي؟ كيف قررتي تحترفي رياضه كره السله؟ بلشت باسكت عمري كثير صغير 13، لعبت بالحكمه بعدين سافرت على امريكا اتمرن هونيك، خلصت بامريكا جامعه NCAA وجيت لعبت مع الهومنتمن. صار لي 4 سنين واول سنه هومنتمن اونتلياس بيحرز بطوله لبنان بالباسكت، وكثير مبسوطة كنت I was a part of it انه it's we made history، وكثير مبسوطة ربحته مع الهومنتمن لأنه فريق بعقد، نادي بعقد. ليه اخترتي هومنتمن بتحديد؟ أنا بحب تشالنج كثير، عرفت إذا رحت مثلا رياضة حيلق فريق ثاني، يمكن رياضة لو رحت رياضة يمكن يكون أسهل، عم نحكي من زمان 3 سنين. فقررت اجي مع فريق مش ربحان بطوله، ساعده يربح بطوله يعني هو تحدي جديد بالنسبه لك انه تكبري انت وانت مزبوط. وهالفريق وتكوني كمان هيك عنصر اساسي بانه يربح هالفريق اكيد. ليلى خبرينا عن خبرتك. انا كمان بلشت كان عمري تقريبا 12 سنه، بدلت كثير فرق، بلشت غزير واخر شيء بقيت هومنت من هيدا 9 سنه لإلي، وهيدا احلى سنه صراحه لانه انهيناها بكاس. يعني قد ايه عمرك اليوم؟ انا عمري 27. ونحن يمكن عندنا كمان فكره خاطئه بانه لاعب او لاعبه الرياضه بشكل عام وكانه يعني حياه الرياضيه قصيره، لا يعني صار في قد ايه 14 سنة تقريبا برياضه ومتابعه وبعدك بذات الحماس وبذات. هلا هو بالنسبه للبنت شوي بتصعب اكثر من عند الشاب لانه بتوصل لمرحله ما بقى فيك تعطي الباسكت مثل ما الشاب بيعطيها، مثلا يمكن بعد عندي 3-4 سنين بقدر اعطي مثل ما عم بعطي هلا. بس لا ما انا ابدا قصيره، يعني تتوصل لانجازات لازم تبلشي عن صغر وتعطيها وقتها صراحه. شو اللي بخلي لاعب او لاعبه يغيروا فريق؟ بعتقد في مشاكل بتصير مرات بين الإدارة واللاعب، مرات ما بيكون مبسوط بفريقه أو عنده الطموح والنادي ما بقى يلبي هيدا الطموح، فهيدول الأشياء بخلوك تغير الفريق. بس نحن ما اضطرينا نغير الفريق لأنه النادي تبعولنا، أنا بدي أشكره عن جد لأنه على طول كان مآمن فينا. بدي أشكر تالين اللي موجودة معنا اليوم لأنه هيدا السنة خلقت شيء جديد بالفريق خلتنا نوصل للتارجت تبعولنا. تالين شو دورك بالتحديد ان كان مع اللاعبات او ان كان بتنظيم العمل بشكل عام؟ والسنه شو كانت التحديات الكبيره او اي فريق اكثر بشكلكم خطر؟ هلا اكيد نحن الخطر كان من فريق نادي رياضي، هن كانوا عم يربحوا صار لهم 3 سنين. هلا انا ما صار لي زمان بس بعرف البنات من زمان، كنت تابعهم على طول وكنت اول فان لالهم بالنسبه لالهم ونضل على طول سوا مثل عائله. هالسنه اوفيشلي صرت مهتمه بفريق البنات. هلا كان عندنا البنات كانوا بجننوا على طول، بس كان في هالجامب هالستيب يلي ما كنا عم نقدر نوصل يلي عملناها هالسنه. شو اللي خلاكم السنه تعملوا هالقفزه؟ اول شيء كنا استعب يعني ماشيين على طول على ذات هيدا، سو فكرنا انه لازم نعمل تشينج. هلا التشينج اجى من تغيير الكوتش. هون بحب اتشكر كوتش باتريك سابا يلي عمل التيرنينج بوينت، يلي
عملت تيرنينج بوينت ومع كوتش جوم جايس يلي هو كمان كوتش شباب هومنتمن. واكيد كل هالشغله كمان ورانا سبونسرز يلي كمان بنحب نتشكرهم، اهم سبونسر سيفكو. وهذا التيرنينج بوينت يلي صار هالسنه وقدرنا ناخذ الكاس. عايده حضرتك تخصصتي كمان هيدي خطوة جريئة من قبلك، قد ايه أهلك كانوا داعمين واليوم لشو بتطمحي؟ يعني عم بسمع أنه دايماً الكوتشز هن شباب، أكيد بنوجه لهم تحية كبيرة ويعطيهم ألف عافية، ولكن هل بتطمحي نهار أنه أنت تكوني مدربة؟ أكيد هيدا was my major in college، so أكيد وقت أوقف باسكت شيء بحب أعمله، hopefully I'll be a coach بالهومنتمن إن شاء الله. أكيد بفتكر رح يكونوا مبسوطين فيك كتير، لازم. وبحب أكيد بدي ساعد الجيل الجديد الطالع صغير، سو بدي أعطي لكرة السلة لأنه أعطتني بالمقابل، سو hopefully شو عطتك؟ مش بس بالباسكت، عطتني فرح، عطتني كونفيدنس بالحياة، عطتني، علمتني my teamwork، علمتني لازم اشتغل تأوصل محل ما بدي. والفريق my family يعني my best friends. أكيد أكيد نحن بنعرف إنه الرياضات الأفريقية قدام مهمة، كمان قدام الشخص بيتخطى كتير أمور، مصاعب، حتى مصاعب نفسية، يعني خجل، تعب، يعني هالروح الفريق، هالروح الصداقة يلي مثل ما ذكرتي إنه بتصيروا مثل الأخوة، قدام هيدا الشيء أثر بحياتك ليلى؟ أكيد هذا الشيء كتير بأثر. يعني اليوم إذا أنت مزعوجة من شيء تلجأ إلى شيء بيريحك واللي هو الباسكت، بتلجأ لرفقاتك بالباسكت لأنه عن جد عم نقضي وقت معهم أكثر من عائلتنا. يعني بنتمرن يمكن خمس أيام، هيدا أقل شيء بالجمعة، فترة ساعتين عم بيشوفوك معصبة، عم بيشوفوك مبسوطة، فبتقدر تفشي خلقك بهيدا، بتفشي خلقك إلهم وتفشي خلقك بالباسكت اللي هو الشيء بيبسطك يعني. أكيد. كيف كانوا ردة فعل الأهل لما احترفتوا الباسكت بول؟ يعني نحن بعدنا شوي بعقلية شرقية بخافوا الأهل إنه تتأثروا بحياتكم الخاصة أو أنه يمكن تفقدوا أنوثتكم بما أنه عم تلعبوا رياضة شباب، هل كان في مشاكل بهالموضوع عندكم؟ أنا أهلي بالعكس they were very supportive. يعني فلت على أمريكا كان عمري 15 سنة لحالي، so ما بقفوا جيم، بيجوا على كل تمرينة على كل جيم، بالعكس بلاهم ما كنت وصلت ليلى. أنا أول فترة كان في هيك مش اعتراض، بس كانوا شوي مشددين قبل، خاصة لما خلص دراستي كان بهمهم الدراسة قبل الباسكت. وهيك شو تخصصتي؟ أنا عملت بزنس فاينانس وكفيت اتش ار بجامعة الكاستيك، فهون كان عندهم هيك على طول إنه الدرس أهم يعني من الباسكت، ما كانوا هالقد عارفين رح نوصل يمكن. بس أكيد آخر فترة صاروا داعمين كتير لإلي وأكيد بشجعونا يعني. نحن كمان بنشجعكم وداعمين وفخورين كمان. تالين شو عنا نيكست هلا؟ هلا نيكست عنا اكيد تحضير للسيزون الجاي، اكيد رح نجي رح نكون اقوى من هيك كمان. عنا اكيد طموحات اكبر من هيك. لوين ممكن توصل؟ هلا في بطولة ايه ان شاء الله اسيا رح بتشاركوا؟ ايه ان شاء الله. وبطولة العرب رح بيكون عندكم مشاركات؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله. أكيد نحن رح نكون داعمينكم. ما قلتوا لي شيء عن حياتكم الخاصة، هل بتتأثر؟ شباب بيتأثروا لما بيعرفوا إنه أنتوا أبطال هلا صرتوا بالباسكتبول؟ لا بيشوفوا حالهم فينا صح، ينبسطوا. حلو، يعني عم نشوف إنه المجتمع فعلا عم يتغير. بدي أقول لكم ألف مبروك، ان شاء الله دائما بالنجاحات، وان شاء الله دائما يعني لبنان بيضل اسمه عالي وبتوصلوا للعالميه. اكيد اهلا وسهلا فيك تالين خاتشادوريان، حضرتك مسؤوله عن فريق سيدات بنادي هومنتمن. ليلى فارس وعيدا باخوس اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. ثانك يو. بناخذ وقفه سريعه ومنتابع ام تي في لايف.